السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نحول البرومت او الامر او التكست لصورة. ده موقع جميل اسمه ميدجورني برومت هيلبر، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. عبارة عن ايه؟ انت دلوقتي عايز تكتب برومت بس مش عارف تكتبه ازاي، فده يساعدك. وليكن مثلا عايزين نكتب مثلا ارب هيرو. طيب عايزين بقى نشوف هنرسم ايه وهنعمل ايه والحاجات دي كلها. فهنيجي هنا مثلا، ده الاسبيكت ريشيو، النسبه بين الطول والعرض مثلا. هنا اني اصدار من الميدجورني اللي انت عايز تشتغل بيه، الكواليتي انت عايزها بنسبه قد ايه، الستايل، الستوب، كل الحاجات اللي تساعدك في ان انت تعمل صوره كويسه. بس كده لا، تعالى بقى نخش على الستايل. اني ستايل من ده انت عايزه، يعني الستايل ده اللي عاجبك ولا ده ولا ده. مثلا الستايل دوت تقدر تيجي هنا وتختاره وتبدا تقول له ايه، انا عايز الستايل ده او الانمي. تمام اهو. طيب اللايت تبدا بقى تختار اللايت اللي انت عايزه، مثلا اخترت دوت او اخترت دوت، تقدر تختار اكتر من واحد. المنظر بيختلف تماما لما بتغير الاضاءه. تمام، هيبدا يكتب لك هو التكست اللي انت عايزه. تمام، طب انت عايز بقى بمقدار قد ايه؟ انت اهم حاجه بالنسبه لك الاربع كيلو بالنسبه دي. الماتيريال تقدر تتحكم في النسبه بنفسها بتاعته. طب الارتست، انهي ارتست من دول او انهي رسام من دول انت بتحب الرسم بتاعه؟ تمام، انا بحب ليوناردو دافنشي. ممكن تدمج اتنين مع بعض. تمام، ممكن تقول له بقى انا عايز الماتيريال مثلا جولد، عايزها برونزي، زي ما انت عايز، مثلا بالشكل دوت، وتقول له كنتني، وتقدر تتحكم في النسب اللي انت عايزها. طيب بعد ما خلصت ممكن تقول له كوبي برومت، كده خلاص بقى موجود، او تسيفه للماي برومت، بس لازم تكون انت عامل ساين اب للبرومت بتاعك. وبعد كده ممكن تستخدم بقى اي برنامج من برامج تحويل التكست او البرومت لصور. على سبيل المثال بلو ويلو ده من المواقع الجميله، ممكن تجربه ببلاش، هو بيشرح لك ان هو بيشتغل ازاي. تمام، طيب ممكن اقول له تراي، فبيفتح لنا الديسكورد. الديسكورد مش برنامج بيحول تكست لصور، لا، هو برنامج للمحاضرات، للقاءات، لحاجات كتيره جدا. فهم استغلوه في ان هم يتعمل كده. يعني ديسكورد مثلا تقدر تقول ان هو عامل زي فيسبوك، ممكن تعمل جروب لاي حاجه، لكن هو بيديك امكانيه ان انت تحط برمجه جواه وحاجات زي كده. ففي ناس كتير عملوا مواقع كتيره، ومن ضمن الحاجات مثلا اللي معموله في الديسكورد دوت، في محاضرات احنا عملناها مثل ان هو اوبن سورس، وتقدر ان انت تسجلها وتقدر ان انت تبثها على الانترنت. تمام، طيب بتخش على ايه؟ بتخش على روكي 1 2 3، اي واحده من دول. تمام، ممكن بقى تيجي هنا على بلو ويلو. تمام، وتختاره وتقول له انا عايز اعمل لك مسج. يعني ايه عايز اعمل لك مسج؟ يعني عايز اكلمك على الخاص. تمام، طيب هقول له ايماجين، وتديله برومت وتدوس انتر. تمام، خلينا نقول له هو كتب لي ايماجين وارابيك والحاجات دي، فعشان كده ايه طيب ندوس انتر. بيقول لي الخاصيه دي مش موجوده دلوقتي. تمام، كانت موجوده زمان ان انا اكلمه على الخاص، انما دلوقتي لو انا عايز الصوره فعلا لازم اكلمه على العام. الفرق بين الخاص والعام ايه؟ ان الرساله اللي هتيجي الناس تانية تشوفها ولا لا. تمام، انا خدتها كوبي بيست اهي وقلت له انتر، وهنستنى ثواني بقى لحد ما يعمل لنا الصوره بتاعتي. اللي كان في الخاص ده كان فيها ميزه. تمام، هي ميدجورني بفلوس، هنا تقريبا برضو خلاها بفلوس، كانت من كام يوم كده ببلاش. تمام، الميزه ان ما تتوش الحاجه اللي انت راسمها مع ناس تانيين، ما عاد شوفها غيرك. عمل لنا الصورة هيت. تمام، ومدينا أربع صور تقدر تختار بينهم. تمام، وممكن تقول له أنا مركز على الزر الرابع، أو أي صورة فيهم اللي أنت عايز إن أنت تكبرها. تمام، ده أنا قلت له قلت له الزر الرابع. تمام، فخلاص إحنا عرفنا إزاي نعمل برومت بأسهل طريقة ممكنة، وتقدر تعمل رياكشن على الحاجة. تمام، زي ما أنت عايز.
اي صورة سواء ليك او لغيرك تقدر تيجي هنا وتعمل مور وتقول له عايز الاكشن او عندك تعليق معين او عايز تخليها انريل او تنسخ اللينك بتاعها. طيب ممكن نقول له مثلا احنا عايزين مثلا انت بتفكر في تصميم معين ومش راضي يجي معاك، تمام؟ ممكن بقى تيجي هنا وتقول له انا عايز حاجة خاصة بيا بقى، ايه البرومت اهوت، فعمل لي الصور بالشكل دوت. انت بشوف اكتر صورة عجباك وابدأ ان انت اقول له ايه كبرها له. دي انا دوس على الخطأ المفروض اللي فيها، تمام؟ فكبر لي فعلا الصورة، هي تقدر تدوس عليها تشوفها بحجم اكبر، تمام؟ فالموضوع سهل جدا وبسيط. هتستفاد بالموقع ده ان انت تعمل صور في اي موقع بقى. بص انا عندي هنا حاجات كتيرة جدا، تمام؟ كل ما بلاقي موقع ببدأ ان انا اضيفه هنا بحيث ان انا ابدأ اتناقش معاه. مثلا عندي هنا موقع وليكن مثلا ليوناردو، تمام؟ بتبدأ طيب بيقول لي خلي بالك الموقع ليوناردو الفترة دي فيه صور وحشة، هتدخل ولا مش هتدخل؟ لا في داهية مش عايزين ندخل،